بسم الله الرحمن الرحيم. وقت جلد جمعارة. قال حدثني يحيى مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى تنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت التنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. حديث يحيى مالك توكي تكاد ينمي هي أبي سهيل بن مالك نبيه ولتك كانكو قلن نوية تنفسة تنفسة بيئت وصاري هارو بسات صغير وقيل حسير بيئت واتو حصير من سعف او من دوم واتو فل من دبالك واتو بيئت ران اوه ملتا كمتن نوية بيئت قنان دي اقيل من ابي طالب عند جمعار ودو دينا نوية سكن الى جدار المسجد فادما هو الجولور ما هو الجولور الغربي هرناك فإذا غشيت تنفسة كلها ظل الجدار تني ما هو الجولور هرناك نقول سودة كواتو بيئتك ودفو ما عجي عمر بن الخطاب ورطو صلى الجمعة جولة جمعة يونان كوفون رئيسة كمان تنفسة هنده أندان واتنار هنده ياسن باكينا kanju sarhovi bisatun sagir watudum hunde andande kadi be andina dum hunde yasnde bakin toni hande dodi mahol ma wake dum ni marunul khata wurtake wa sallu juma jula jumaare dede zawal qala malikun summa narji ba'da salati aljumaa imam malik wi hoti min garta to bolle imam malik do na imam malik jom masabale بيكم أكو مالك إندو والد سهيلون قال مالك بياتا ثم نرجع هوتي واتو من كوتا بعد صلاة الجمعة باو جمعة فنقيل من نيالا واتو نيالا قدو دانو قو قيلولا دانا قائلة الضحاء دويل واتو هنده لسكنا ياكي واتو استداد النهار دو بيت الضحاء بفات الضاد والمدي waato dayna go gaylula dum min kewata dum ni se baaw julugo ngam min don no suglori aran taskan go jumaare to min jumen garti nde min dana gaylula wa hadathani an malik an amri ibn yahya al mazini an ibn abi salitin anna usman ibn affan salla al jumaa bil madina wa salla al asra bi malal qala malik wa zalika lit tahjiri wa subati al sayri don bo yahya manun an malik تدين ابن أبي سليط في عثمان بن عفان عثمان بن عفان جولي جمعة رحى مدينة دين أسير بها نكورة بيتين دي ملال بو فيد نكورة وندي أكون مكبه مدينة وفون دي ربين نبوه نبوه ما سبعة عشر ميلا من المدينة ميل سبو جويري مي كدو لورال وقيم بي ثمانية عشر so sappo jeedi be sappo jeeta diga do badindiri goddo wo wi isnaino 20 milan babal dayinga ne bo buran kilometer jutu ko fiu kadin o juri jumaare den o hi wato ande kilometer jidi do ko juro asiri holli no do jula wato jumaare do law ala malik imam wi ma malik wi wa zalika lit tahjir bolo adum dum non wadiri do waato li tajiri ngam yawnugo yaalawgo waato yaalawgo jumaare juldo julalgo jumaare diga hajira o surati yaawu ba sayri yaadu kuje didi on wadi dum julugo jumaare ha waqtul hajira de de tonange se sendi saka wura ke sedani o jula ni on wiete tahjir ya wakati waato julugo nge ha hajira a de de yake nange senda ke saka ko kawo jawal petum ni o jula den yaadu ndo yummi bo yaawni man adraka rak'atan min as-salah kewtudo darnde woore ha julde
حدثني قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. رنقول أبو هريرة أن صحابي وين لاد الله صلى الله عليه وسلم وي أن كيوت دارنة أجلد أجي قاو هيوتا كجلد ما كوني دوما كوني سيتي من غو كفاتر نو تو هيوتي دارنة أور هير جلد نه هيوتا كجلد ما تون صلاة الجماعة تون وقتي لد وقتي ورتا هيوتي دارنة هيوتي جلد ما أدا أتو سيوتي مناتن. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. أحيى من حدثنا تها مالك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولاتك كانكو عبد الله بن عمر تني عند دار فاتورة كما سجدره ماري بو فاتورة كما واتو نفتا هيوتين تاما جول دمان جفف سجدره دار ده هيوتا دار ده إدراكو سجده دو واتا قد هيوتي رجول ده. وحدثني عن مالك حدث أبو نستن بإمام ها سجدره كم أما وديم تتا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. تونغول من بونغول يحيى حمالك من بنانه وفي كهوتي إمام مالك عبد الله بن عمر واتو زيد بن ثابت فو يدوم بيا بلتك يدوم بيا مهوتي دارنك هوتك سجده كونغول ساهين قول يوم إمام مالك هوتك صحابه إنو إياه كانجو بلاغه له أود بيدو حسابه جبوتو أما لا يصفه. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. تقول أبو هريرة وني صحابي دو بلاغ حكم مالك بما أقول دي قدرون كري إن ينو هذا دي مقدمة دي فات دي شنا دي سيدي ويتسين ناينو غو ابن عبد البر وينو هذا سرحو في بلاغة من ليس من الضعيف نعم بيودي تطبو بتاينغون المسند تو أبو هريرة أو ولاتك أدوه يكيو تلو دارنك مهجيغة هيوتي سجدير موني جنگ دي القرآن جيد سورة الفاتحة فاتر دوم هجيغة خير قوت مفاتر واتو ياكو اندن واتو تغيلي من تميني فاتحة واتو خير قوت مفاتر فاتر كمهر جولد ديغة لفظ آمينين. ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل يكواري يركونغ الجوم راواقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. تو قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر يقول ابن عمر كان يقول ولتك ورؤيا دلوك الشمس ميلها نيو تفسيري دلوك الشمس دو مزوال ابن عمر تفسيري ميلا غناغي. وحدثني عن مالك عن داود ابن الحسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وانغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. دون بو مالك واتصل داود بن الحسين دين داود أخبرني مخبر دون فيدم إكرمة كذي سرهو إمام مالك يكتم اسمه لكلام ابن المسيب في إكرمة مولى ابن عباس اندو مالك يوجيك يتر ماكو كان جو في وصولاني اند ماكو سيد المسيب واتو جارهم وني اووي تو قدي كان جمدون واتو اند هادو اووي عبد الله ابن عباس بونو تفسير دلوك السامسي دو تو دو دي سوء يكي إذا فاء الفائب انغارتو دي سوء يكي تو دو دي وائل تيني وانغساق الليل بو تفسير دوم اجتماع الليل هورتو كو جمع وظلمته النبر مود ويتنغساق ما واغو جمع النبر مود. قال جامع الوقوت كو موبي واتو كو لارني حالا وقتيجي. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رمبو حديث وليحيا هاي إمام مالك الله يسيبه وتوكتي هاو ياري صحابه جو حديث والكدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وينو لادو الله صلى الله عليه وسلم وي on mo julde asiri faatori dum anuma on nakisana ma yimbe mako to jawdi mako kana faati o julay sam faati fil jamaa banu faatori am handelo faatori mo a jamaa ma faati o julay sam ka to dari wutira to nakisana ma wato yimbe mako e jawdi mako wato faatora ki julde asiri dum hunde maude masin. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد الأصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر تففت قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتدفيف بابا يحيى من حمالك وتوكيتي قال يا اولي المحدث عمر بن الخطاب وهي عمر بن الخطاب من وتمني جولد اسري وفرلتي وجولي وتمني جولد اسري سيو فوتي بي غدو فير قرنا بني هنا بي اندا غدو من كرم اي بيدو اون بي جيدا صوم توغو متا دوم لاتا دوم هينغورير ماكو كادي دوموني سورو غمو kera ya haadu majjuya dum moy to bo be mi goddo man dum goddo mawdo masin dum Usman ibn Affan wa hada la yujadu fi asarin alimtuhu sarho bi kan ko mi rayi go hadis wal man inna ma huwa rajul min al ansar min bani jadida goddo fere wa to Umar foti be mba asiri on man tawaka asiri lam yashhad o yahlira al asra juldi asiri ko ya alira be jamaare on yo Umar wi mama habasa ka ko faddima ko hadi ma julde asiya jamaare imbe bodo ngebi dum masin fa zakara lahu rajul uzran se gorko potado be mako go potudo be mako go wolwani mo geldol yecci ko wadi o yo yere ne ngam fa ka anna ulam yarda do yecci geldol go anu ma Umar yarda geldol ma فقال عمر سي عمر ويمو تففتا واتو اناقيسي اناقيسي گدال ماكو اهو اناجول دي اسيري ني ويمو يا هيا او امام مالك دوبي هر هوند فودي هبين كي وودي ناكيساكي هوند فو كاري سيرن يا ليرغو جولد جماعه رمان دو دم ناكيسكي لكل شيء وفاءون وودان كلا هوند فو هبين كي وترفيفون اي استوكي. حدثني وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقت ذهاب وقت وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. قال مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك الشفب الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجب صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. كون بو فاهين او توكيني حديثه الامام مالك ذات اليحيى من او توكيني كدي كدي مالك بيكو يا ابن سعيد الانصاري بيهم ولاتكه قطوبي انني جولو لو صلي يجول وما فاته وقتها يجول وما فاته وقتها واتو فاتيرايمو وقتي ماره wala ma fatahu min waqtiha e ko fatori mo wakati mare wo azam buri maunugo aw afdalu man labo fi buri teddugo min ahli din tayimbe mako wa malihi e jawdi mako
e ko non do goddo juula der wakati toni salani mo der wakati wonde mawde wato fato di mo ko urata ahlu mako be malu mako innal musalli la yusalli wa ma fata hu waqtuha to nafiya wala ma fata hu do bo mawsul wato juulo do juula fatira mo wakati mare e dun ko fato di mo er wakati mare bo kanum urata di ninta er yimbe mako e jawdi mako قال يحيى قال مالك من ادرك الوقت وان كيوتو دو وقتي وهو في سفر ودون در جهانغال فاخر الصلاه وثبتني جوله ساهيا او كيردو كو بوناسيا او گيجيدو اكون نسيان و ساورو رمبادو تيرا فاربو اكون ماجون دو او قاضي ياروي ساورو واتو جونغي تيردو بي سونغولا nisiyanu bo jongi turmu be ngafla wato dum do badindiri sungulla on wadi mo kadi den o hiri to do bo woytere on nisiya o sabbiti julde ngam woyta ko ngam sungulla hatta qadima ala ahli ha warti rimbe mako wa huwa yake warta man do kanko on fil waqti on re wakati wan urtai falyusalli wujula julde man salatal muqimi julde gon e ruro timina de nay wa in kana gargadima wa gazahaba al waqtu to latake yagiga yottake al hal waqti hurti falyusalli wujulan salatal musafir julde jaho jahangal li anna inna ma yaqdi misla allazi alayhi gam koni ofi kwato jobando yeru ko on do mako gala malikun imam wi wa hadha al amru allazi adraktu alayhi an-nas wa ahli al ilmi bi baladina fi on mi hewtiri yimbe do majum wato be yimbe andal hewro amin madina wiyata o sobajo mako misranke so wiyata ga en fusu fida do fita wiya bi baladina o di ami tawino dum to maliki en momo on al baladi ko non dum wato baladina do madina on laysu musadi non do wiya non den do en mo ga yon bo moy baladu mo don sai ase wata ko wa ahli al ilmi bi baladina do dum madina atabi en gari وقال مالك امام مالك بي الشفق كوفيت الشفق والحمره جنجايري نكوس كساسواري بوديري التي هو المغرب التي في المغرب غونان دي واتو اند هيرنا دو فاذا ذهبت الحمره بودي والنتي فقد وجب الصلاه العشاء جول دي ساي حقيقه واجب تو شفقوري من ويرناكي وخرجتنا كوماي وخرجت غورتودا ان بولد سيدوني وماسانيا min waqti al-maghribi wa waqti maghriba to safakuri wirnake wato esai wadi kharashta non an julo wato a wurtake waqti maghriba kadi wa haddathani an malikin an-nafin anna abdullah ibn umar ughmi alayhi fa zahaba aqluhu fa lam yaqdi as-salah qala malikun wa zalika fima nura wallahu alam anna al-waqta qad zahaba fa amma man afaqa fi al-waqti fa innahu yusalli يا من حدثني يا امام مالك في اللي هنا في ابي عبد الله بن عمر فداما ويويلتي ندن حكيلو ما كناتي سبب ويويلتا غوغو فامرتا بهيم بواتو كيل سوتي وفداما ويوبا جولدم مالك وي كايم كاكو هي امام كوري يوبا دو بولوا دون دون هاركو غيكيتي فيما نورا هاركو غيكيتن الله ان اندو وقتي ورتي fadere man fodi ndiya wakati hurti amma on fintu on der wakati kam fa inna yusalli ujula anaw mo an salah dana go atta julde haddathani yahya an malik an ibn shihab an sa'id ibn al musayyab anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina qafala min khaybar asra hatta idha kana min akhir al layl arasa wa qala li bilal اقلع لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلا بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركب حتى ضربت فم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتادوا
فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري يحيى عن مالك نافعي تتزور سعيد بن المسيب تدرد مرسل سعيدنا نسها بوجه سعيد بن الله صلى الله عليه وسلم واتو وقت النبي جو ورطا خيبر وإفتي خيبر ورطا صحابو جمن أبو هريرة ففيه إسران بي أبو هريرة قرنافو تو مويتي صحابو جمن أم إندي سيكون أم مويتي إمام الشافعي كجرتاكو بي حديثي جي مرسل سي حديثي سعيد بن المسيب نغام توكيتي وتاين دي أم مويتي فدوم أبو هريرة أم مويتتا شافعي كان يبني كجرتاكو مرسل مالك كجران مرسل أصول مودو to ande o yenu laado Allah wakati so iti de ko khaybar do warta o yeeri jemma ha ne latta ke wato ara gare jemma o wi fidini wato wal go ba ol wiete taaris sen non non de walan go o wi bilal bilal do dum dimo dimdina do abubakar siddiq amen himbe on wota ma nabi jorim dino sababu annabi jorim di kam go naati dina islam amma abubakar siddiq on soti mo Abu Bakr Siddiq woni o maulamu sai annabi jo wi'a ta bilal go renan en subaha iklalana subha renan en subaha do bi mana to do weta pindina en gulman yaklauhum to wana ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam nulado Allah sai dani o dani be sahabo en mako fu bilal go do rena dede ko Allah hoddire en renugo wa kala bilal ma guddirala sai kan ko bari yelo ma ko ni sai ngon gidan kuma stana da ila rahilati o hoti wato bari yelo ba mako wa huwa muqabilul fajr wa huwa sitan yelo wato qibla her wato bulul fajrta yo fangala wato na qibla gari funa on wiete wato fajrta a heda fu wato jiha wato nange furrata do burna funa kadi ngam enan ka qibla na heje bulul majri wato muqabilul fajr do femdani e pechol bulol wato funa fangala bat mo aina qibla ma ber madina to fumbina sen non gite jali motan gan ko se odani falam yastayqiz rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala bilal wala ahad min ar-rabbi nadaru alla finai bilal finai wala goto der setto al sam be fu be dani hatta darabat fu mushams ana nge fowni be wato ande be dani ni ana nge fudi fowido andu wato fi be do bima nge fowido bandu fa fazi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuladu alla sew diutori fa fazi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima na ofini o yummi to wadiru nge fazi ya wato كدي اسيلي لي لاجلي فزي لاجلي ادو يخاف ان يكون تبعه فاجدهم بتلك الحال من النوم ني ودوي كوني ودي فزو من دو تاسف ماكو هركو فاتو ري بي دي وقت صبح دندن النبي جون فينيسه نون كدي فغال بلال يا رسول الله دم جواب سؤال النبي جان بلال نارنا نوندن بلال جابي يتن الله الله akhaza bi nafsi nangi aminfu allazi akhaza bi nafsika konangi maro doyongol gol nangi on do kangol nangi amingo faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annabi jowimo ya tasabu en fu on dawe fu bi be iktadu o umri be wato ande rimdugo dilla iltahilu wato ndimde gelodi modon bate kirkeji gelodi modon dille den fa ba'su be kaftini rawahilahum ba anteji mabbe fo wakta du shayan ha to be dilli seeda miona irtahalu summa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoti annabi jo umri bilaligo fa qama sala sai bu la to be dilli sotti seeda annabi jo umri o darna julde
فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيجو جولد بهم الصبح جولد صبحه ثم قال حين واتوتي وويك دي حين قضى الصلاة وقت يتمين جولد قضى بمعنى أتم قضى هن سبع سماوات يتمين جولد صبحه سيوبي من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها ونججتو جولد جولا نتصفتو لنه فإن الله تبارك وتعالى جامرا ومؤمنون إنجيدي وتعالى بانك يقول دويا في كتابه الدفتر مولوم أقم الصلاة لذكري بو سجول دي غم إنو كيام غم إنو كيام. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا وتستيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزئوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدهم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأبجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله طنبو إمام مالك يتتل زيد بن أسلم زيد من بنا مصابو جو كان جون حديث والمرسل غوددون اكونه ماكو بين النبي زكري وينو لا دو الله الرسا فاتو ويفيني غول مرسل او فيها فوتال في لو ام واتا فاتو دي غول مرسل فاتو مودا دونا دو ماري مودا جي دوده ليمغال سدماني حديث جي من فودو داري كاري فوتال ما جي فوسار هودو في غول دو مان غول مرسل كاري اما غول تاوا ما غول متصل من وجوه سيها ابن عبد البر ان فايد وي غول متصل تو صاحب وجوين لا الله ويفيد اني جمار غو هذا تل مكه وكيل بلالي نفندنا به وقت جولد للصلاه بلالي داني بلالي داني بها فودو داني حاب فينوي اوكي فينك الحال لا كان دلي في دوما كان جون وقت طلع عليهم الشمس فاستيقظ القوم يمبي فيني وقدس وقد فزعوا حقيقه ان بكلتوري بسونا كده كفاتر وقتي جلدي وفينا خوف وعدو كن خوف واتو ان لاتي دو فاتوري كيمبرزاري دي نولادو على عمر باجو حاب غورتا واديول ما ويواديول غول دو هرماغول سيدان فايدي ان كريا كو سالينو كو ورتينو يا ذاك غدو فوتو داني سي واديول دو سيدان كايم كا ولا محل سام سيدان دون تو فينيني جورا كدي دن بمبا يها غورتي بولا تو ما واديول دن لادو الله صلى الله عليه وسلم عمر بي بنجيبو بنانغا و عمر بلال بو نودينا تو ايوا تو با ورتو بو وقتي عمر بو بلال نودينا در راوي سيكيو بي كدي كو ولا يغي كو درنانو تو نولا دو الله جولدي بي يمبه دو تيمين او فيرلتي او تيتي يمبه او وي وغرا من فزعهم النبي جو الحال ياكتي تبي او هي واتو هاندي دينغرو مابه متوغو مابه سونو مابه كولتو مابه هاندي وكاسي سالي بي سيو بياتا يا ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها الينا في حين غير هذا وبياتا يا اونون يمبه جومرا اون تامبيون كيجي ميدن تو موينو لورنان نو يونكي مان هر ميدن
holli en do en goldum namuja zumaide alla on tambi on ki jimento yinno lornan no di hermeden her wakati tan wakati re dedo koni goto mon dana ke acci julde ko yejjiti de den waato ande hoti fazia ilaiha arande o duty o finani de fali usalli ha julade fazia do imana qama ha do o yumi fa o julade bannonde julde tay no bato yejjita no zam an yake mare woni to sumal tafata banno julade no de fi wakti ar wakati mare sumal tafata hoti annabi ju yeeti رسول الله صلى الله عليه وسلم ويئتني أبو بكر سيدان ورني بلالي لو ياك سيدان ورطوه مولو داري نافا جمع وهو قائم يصلي ونافا سيدان ورطايمو سيدان سيوالي نموتا صحابو جمع حسايمو بل بلالي ونافا سيدان ورطايمو سيدان ورطايمو فهلم يزل سيداي يهديه ارور نمكورور ان عندي كورور ديمبا موني كما يهدو السبيو نبن بنجل فاتو دان تي تاديا هر حدث الامي نودن دادا وات بنجل ديمبا نجل ني ني نو سيدان دو ادا موتان هاو دان كيب كزو كان ولي ان يو سيدان كفيتينان غدو سي مولتو كدي صابو جو بنا ودو سيدان او جولا غير جول دار ولي نو كيب ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الله يوني بلالي غوار فأخبر بلال سي بلالي غوار نوارك ينبسي يتشي بار نبيجو يتشي دون نينبو ويتشي كون الله ينبو فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر فأنو أن نبيجو بي أبو بكر صديق ونو بيو وداري جولاني غواري واتو اللينمو دانينمو تن فقال أبو بكر سي ابو بكر الصديق ياك وندي اشهد انك رسول الله من سيدي ان لا اله الا الله انه ان الصلاه بالحاجره حد غنافو سكنانغي و بتاس سارو بي ياك غلد نافو سكنانغي لو وقتي غلد ساتت حديث هو في حج ان ماكو حدثني يحيى عن مالك بن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اي مرسل اتاه تابعي جو حديث المرسل وفي حديث جي متصل جي قد فير دو سمبي دينا كو او يدا كان كن لا الله ساتو غولي دوم ان شده الحر من فيه جهنم ساتو غواتو غولي دوم دغا تو اند سيها غواتو كو فوينغول yita jahannama fa iza stadda al harru thuninguli sati fa abridu fewnire dum fewnire anis salati julde bimaana on sabbitina julde anis salati do bimaana bis salati wa on sabbitina julde wa qala wa bi atayo istakatin naru yita wulliti ila rabbiha fa jawmige فقالن يا رب جاءهم اكل بعدي بعدا يوغا ام نيامي يوغا ني تنجي ولدي فاجنا لها بنفسين جامرا او ما دغانيغي دا انجل ميدول بالل دا ميدو بالل تو اي فاجنا لها بنفسين دين واتو الله دغاني ييتغو ففتان دي ديدي في كل عام اتكلا يتانفو نفسين ففتان في الشتاء يرفصل الشتاء ولين بيتا دبوني هكا وان في والوارة ونفسين ففتان دي داورة بو في الصيف فكتي السيد وبو يعكي بلسارة وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف نعم زمهرير
جام حريري يتلا آخر أبو بوي يتفاهل نك كيان دو من دجان قاعد تفسير واتهاغا فالله يوفي واتو جام حريري هيان كي تتبه بطورا نكا بكورتا ييته بفابي نباكين دو بجنيري تو وينو لادو الله صلى الله عليه وسلم وفي تنقلي ساتي فيوني واتو عني الصلاة بالصلاة بمعنى ونسبتنا جولد سيرا جولد جورا غم ساتو قنقلي دون ko faaki jahannam fo fe ngol gite jahannam go do kad doggan yangata jawmirawo to nden o woli o wi yita wudi ter jawmige jawmige dungani ger kala hitande fu poftande didi poftande de mande selu poftande de bo de dabunde baato poftande de dabunde wete jamhari poftande de saifu wete shiddatul harri wa haddathani an malik an abi zinadi an al araj an abi hurayra أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم وكذلك حديث المتصل أبو هريرة الرفي قال نلاحظ أن صلى الله عليه وسلم وبيتنا ساتي فيون وقت جلد قام ساتو قنقلي دوم نبقوا ينقل قواتو قنقلي بيت جهنم النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتقطيع الفم او يهد جو ناتو جو جولور دي بهان دي كاتشينغول الغلاجه مابوغو هندوكو ثوم قال حدثني يحيى عن ابي شهاب عن ابن شهاب حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. يحيى بن في الأعمال سيد المسيب عند المتابعين حديث المرسل كبيرة مرسل هاي من مصطلح واتو حديث المهي النبي جوي النبي جوي وتابعين موتي صحابه جو يون اصطلاحه توفي مرسل himbe usul boto wi mursal do riyaji buri non kambe be do yofa dum kati fu mursal himbe usulul fiki amma himbe usulul hadith kata wi mursal do tabi joni yandini sahabojo namun kati won be biatan to goddo non non on wi annabi jo wi na mursal do ka maktu dum wiete to ha do do saidu wiata nulado allah sallallahu alaihi wasallam en andi wo anu ma to esi ko moita ta Abu Huraira denden o winu la Allah wi ko mo nyaami lekki gi fon gongo on wiete waato am galaje taato bada julurde amin o torri amin be kaccengol al galaje holli en kadi hewtinte kaccudum fu kaccudum waato ko torrata himbe fu handay kadi tema ngam sirri man wadi wajibi ni sunna wajibaki sunna iwa gor asawere fu diwan jumaare kadi himbe ba folo be taba kadi be torran julbe Allah be jiw be nanta kambe fa hadathani an malik an abdurrahman ibn al mujabbar annahu kana yara salim ibn abdullah idha ra'a al insana yughatti fa wa huwa yusalli jabata thawba an fihi jabzan shadidan hatta yanzahu an fihi malik fa ruya hayaman fi al tayrmaku قتل عبد الرحمن ابن المجبر قالي اوي ولاتك ودو يا سالم ابي عبد الله بن عمر توني اوي غدو دو مابا هندوكو مودو جولا على حال دو جولا دو مابي هندوكو حسي ميتو مابا هندوكو دو جولا كاسي تاغالي كاتو يو غاتي فاهو غدو دو مابا هندوكو مودو على حال مو بودو جولا جبت الثوب فاتو سالم من سي او ديب تاليم سيبو an fihi wa atina hunduko goddo mabbaako jabjan wato go dipitaaki sadida chaatuki makru goddo to do juula mabbaata hunduko hatta yanzaahu an fihi haa to ande do pita dum wa atina hunduko ka dum ganya dum mabbugo hunduko dum wakati juulugo to faamdo la hadise wal dilari bari ba ande ondani yoba la bosa edani wali ni wala bi jango ko hadisa ba ngoda ferfer to bisaji ba ferfer do khaybar ono bari odani to bo be do warta dawal makka abuna bari ondani
فرا فرا أنت مشي من هذا جهة وباري وداني له لا والخيبة متى ميكم هو يورط مكة زي ليلة بطريق مكة قول باور قول أدوه واتو غفل من خيبر أنقوا باريهم سيدنا أقام وقام دريم الحمد لله رب العالمين.